خطر يهدد عشاق البطاطا المقلية. تعد البطاطا المقلية وجبة مفضلة لدى ملايين البشر حول العالم، تصلح لسد الجوع بين الوجبات الأساسية أو كطبق جانبي يفتح الشهية، لكن عليك ألا تفرط في تناولها حسب توصيات دراسة أمريكية حديثة. فقد حذرت الدراسة من أن تناول البطاطا المقلية مرتين في الأسبوع يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة لاحتوائها على مادة مسرطنة. وقد أجرى الباحثون الدراسة على مدار 8 سنوات لمستهلكو البطاطا المقلية، ووجدوا أنه بعد هذه الفترة توفي 236 مشاركا اتضح أنهم أكثر استهلاكا للبطاطا المقلية والأطعمة الأخرى التي طبخت عبر القليب الزيت. ووفق الأبحاث الطبية تحتوي الأطعمة المقلية على مادة الأكريالاميد، وهي مادة مسرطنة معروفة. وفي المقابل أوصت الدراسة بتناول أطباق البطاطا غير المقلية باعتدال، حيث تحتوي على الألياف والمغذيات الدقيقة والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان.